محمد عبدو يتراجع عن الكلام الذي قاله في حق الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم ويعتذر، والسعوديون يتفاعلون وينقسمون في الرأي. بعد مرور عدة أيام على ظهور الفنان السعودي الشهير محمد عبدو في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني، اعتذر الفنان عن الكلام الصادر عنه في حق الفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم. بالاعتذار منكم ومنهم، ولكنهم هم أحبائي الذين يعذروني دائما في كل يعني مزحنا وجدنا وهزلنا، رحمة الله عليهم جميعا، أساتذة فاضل لا يدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا. في مقطع الاعتذار قال عبدو أن مداح وسالم هما من كبار الفنانين الذين تعلم منهم، ولا يمكن لأحد المس بمكانتهما الفنية. الفنان اعتبر أن لقاءه مع العلياني كان لقاءا قاسيا نظرا للموقف الذي تسبب له به مع الجمهور. السماح، وأرجو أنه يعني من مريدينهم ومن أحبائهم ومن مشجعينهم أنهم يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط يعني فني، وبما أن يعني تلك المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل إلا أنها كانت قاسية. على شبكات التواصل الاجتماعي لم يلقى اعتذار عبدو ردود فعل منسجمة بين مستخدمي تويتر السعوديين. بعض هؤلاء قبل اعتذار الفنان قائلا أنه طيب القلب وحواره بسيط، لكن آخرين رأوا أن إساءة عبدو لا تختفر وأن نجوميته لن تشفع له. يشار إلى أن ما أزعج الجمهور ودفع عبدو إلى الاعتذار هو أنه قال أن سالم ومداح لم يقدما أي إرث فني يذكر خلال مسيرتهما الفنية، وأن لحن أغنية وطني الحبيب لمداح مسروق. خلال ظهوره في برنامج مراحل عبدو قال أيضاً أن كلمات أغنية يا بلادي لسالم لا تصل إلى مستوى أن تكون أغنية للوطن،